أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هاشتاج، والتي نواصل من خلالها متابعة تطورات ملف اختفاء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي والأنباء المتواترة عن مقتله داخل القنصلية في نفس اليوم الذي اختفى فيه. فتابعونا. أهلا بكم إلى هذه الحلقة من هاشتاج. ندعوكم دوما أن تكونوا ضيوفنا مباشرة على الهواء عبر حساب سكايب AGM مباشر، وبإمكانكم أيضا أن تساهموا معنا عبر حسابينا على تويتر وفيسبوك في اختيار موضوعات الحلقات والتعليق عليها، فشاركونا. إذ يشهد ملف اختفاء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي تطورات متواصلة منذ اختفائه عقب دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول قبل 9 أيام، حيث دعا السيناتور بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي ليوم الخميس إلى فرض عقوبات على أعلى مستويات على الحكومة السعودية في حال ثبوت تورطها في اختفاء الصحفي جمال خاشقجي في تركيا. وقال السيناتور الجمهوري للصحفيين في العاصمة واشنطن الخميس: إذا تبين أن ما نظنه صحيح فينبغي فرض عقوبات كبيرة على أعلى المستويات. وأضاف أن الكونغرس لن يمرر أي مبيعات أسلحة للسعودية، ومقتل خاشقجي يثير غضب المشرعين. وقال كوركر: أعتقد أن خاشقجي توفي للأسف وبأن السعوديين فعلوها، مضيفا: إذا ثبت أن السعودية قتلت خاشقجي فسيحدث ذلك تغييرا حادا في العلاقات الثنائية، ويجب التوضيح لمحمد بن سلمان أنه لا يمكنه قتل الصحفيين إذا أراد أن يحكم. ومن جانبه قالت خطيبة جمال خاشقجي خديجة جنكيز: الذين يسألون عن حالتي كأنني أعيش بين الحياة والموت، بين السماء والأرض، بين الجنة والجهنم. أصحى من نومي بالأمل وأفقد كل آمالي بعد غروب الشمس. أموت كل يوم 1000 مرة، يا حي يا قيوم صبرني. ومشاهدينا، للوقوف على آخر التطورات بشأن اختفاء جمال خاشقجي والأنباء المتداولة حول مقتله داخل القنصلية، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول مفد الجزيرة مباشر الزميل حسام يحيى. حسام، مرحبا بك، ولو سمحت لو تطلعنا على آخر التطورات لديكم حول هذه القضية. أهلا بك ميسون وأهلا بجمهور هاشتاج. إذا في البداية ميسون، هناك هدوء حول مقر القنصلية السعودية في اسطنبول بعد رحيل معظم وسائل الإعلام من هنا، رغم بعد وجودهم من الصباح. ميسون، في الواقع كان هناك تغطية مكثفة اليوم في محيط القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول. آخر التطورات على مستوى الدولة التركية، كانت هناك تصريحات بالتأكيد من الرئاسة التركية ومن إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية، الذي قال إن هناك فريقا تشكل بالفعل بين السعودية وبين تركيا لمحاولة الكشف عن مصير خاشقجي. هذا التصريح من جانب الرئاسة التركية جاء بعد تصريحات مطالبة من وزير الخارجية التركي للسعودية بالانضمام وبالفعالية أكثر في ملف كشف خاشقجي وكشف مصير خاشقجي. ويأتي أيضا بعد تصريحات ترامب اليوم لقناة فوكس نيوز بقرب الكشف عن لغز مقتل خاشقجي. ميسون، هناك نقطة أخرى أيضا بخصوص تفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول. القنصلية لم يدخلها الوفد التركي، الوفد الأمني التركي حتى الآن، وأيضا لم يدخل الوفد التركي بطبيعة الحال إلى مبنى وإلى مقر إقامة القنصل السعودي في مدينة اسطنبول، رغم الطلب التركي من السلطات السعودية السماح لها بتفتيش مقر إقامة القنصل وبتفتيش مقر القنصلية، ولكن الطلب لم يتم الإجابة عليه حتى الآن، رغم الحديث السعودي عن أن مقر القنصلية مفتوح للتفتيش كما قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لوكالة بلومبرج منذ أيام. قال أن القنصلية مفتوحة لأي عمليات تفتيش تركية، ولكن اليوم 9 على التوالي لاختفاء خاشقجي لم توافق السلطات السعودية على قرار التفتيش، وهما يفتح باب التكهنات لماذا يخافون منا، هكذا عنونت جريدة الصباح الصادرة اليوم أو الصادرة في العدد الجديد بعد نصف ساعة من الآن. العدد الورقي للجريدة سيصدر
وسيعنون بهذا العنوان ميسون: لماذا تخافون منا؟ لماذا تخافون من السلطات التركية؟ ولماذا تخافون من أن تدخل السلطات التركية إلى مقر القنصلية السعودية وإلى مقر إقامة القنصل في إسطنبول؟ لماذا تخافون منا؟ هكذا عنونت جريدة الصباح، وهكذا تعنون عدد غدا بعد نصف ساعة من الآن. نعم حسام، هل هناك معلومات حول هذه اللجنة التي سوف تتشكل من الجانب التركي والجانب السعودي، إذا بالفعل إذا تم الموافقة عليها، وبالفعل هل بالفعل ستبدأ أعمالها قريبا؟ من ثم طبيعة الحال لا توجد أخبار بعد عن قرب تشكيل اللجنة، هو مجرد تصريح من الرئاسة التركية. نعم. ولكن حتى الآن لم يدخل حيز التنفيذ أو لم يتم الإعلان عن كيفية إنشاء هذه اللجنة رغم الاتهامات غير الرسمية من كلا الجانبين، ولكن لا توجد أنباء بعد عن كيفية إنشاء هذه اللجنة وعن هيكلة هذه اللجنة وعن دور هذه اللجنة تحديدا. نعم. هناك من يقول من المحللين الأتراك، هناك من يقول إن هذه اللجنة على الأقل ستطيح للمحللين الأمنيين الأتراك الوصول أكثر إلى معلومات من جانب الطرف السعودي، وتتيح لهم ربما دخول وتفتيش مقر القنصلية ومقر إقامة القنصل السعودي في اسطنبول الذي يبعد عن مقر القنصلية حوالي 300 متر أو 250 متر، ويشاع أن هذا المقر ربما يعني كان اختفى فيه أثر صناديق دبلوماسية دخلت إليه بواسطة سيارة دبلوماسية في ذات يوم اختفاء جمال خاشقجي الثلاثاء قبل الماضي الثاني من أكتوبر. نعم حسام يحيى مراسل الجزيرة مباشر، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك، وسنتابع معك في أي جديد. مشاهدينا، من جانبه أيضا قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: هل يمكن ألا يكون هنالك أنظمة كاميرات في قنصلية عامة أو سفارة؟ هل يمكن ألا يكون هناك أنظمة كاميرات في القنصلية العامة السعودية والتي جرت فيها الحادثة، وهذه الأنظمة قادرة على التقاط أي عصفور يطير أو ذبابة تخرج من هناك، علما أن لديهم أحدث هذه الأنظمة؟ وحول اختفاء خاشقجي قال وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو: نرغب في تعاون وثيق مع السعودية، وعلى الرياض أيضا أن تتعاون معنا. وفي السياق نفسه أعلنت مصادر تركية اليوم عن الاتفاق على تشكيل فريق تركي سعودي بطلب من الرياض للتحقيق في قضية جمال خاشقجي، وسيتم الإعلان عنه قريبا بشكل رسمي. ولكن الأتراك ما زالوا يصرون على طلب تفتيش القنصلية السعودية، وقالوا إنهم لن يتنازلوا عن الإجراءات القانونية الأخرى مهما كانت التبعات السياسية لما سيتكشف عنها. ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إذا تبين ضلوع السعودية في اختفاء أو قتل الصحفي جمال خاشقجي فإن ذلك سيكون أمرا فظيعا للغاية وغير إيجابي. وأضاف ترامب في اتصال هاتفي مع قناة فوكس نيوز الأمريكية أنه لن يكون سعيدا على الإطلاق بشأن اختفاء أو مقتل خاشقجي، مشيرا إلى أن الأمور يبدو أنها تسير في هذا الاتجاه حتى الآن. نتابع جزءا من تصريحات الرئيس الأمريكي: إنه أمر فظيع وبالتأكيد لم يكون إيجابيا، ولن أكون سعيدا مطلقا بشأنه، وأعتقد أن باستطاعتك القول إن الأمور تبدو نوعا ما كذلك حتى الآن، وسوف نرى. نحن نقوم بعمل كبير لكن بالتأكيد لن يكون أمرا جيدا. لا يزال اختفاء جمال خاشقجي يثير الكثير من ردود الأفعال على منصات التواصل الاجتماعي، ونبدأ من تويتر وعلى هاشتاج خناجر مسمومة. كتب أستاذ العلوم السياسية المصري الدكتور عصام عبد الشافي: تتطلب المرحلة الراهنة بعد جريمة خاشقجي توثيق كل ما يكتب وكل ما ينشر. الجريمة كانت كاشفة لكثير من الخناجر التي تتحرك بيننا، وكشف بعضها عن وجه الجبان. وثقوا حتى لا تتوه الخناجر وسط الأحداث، وحتى تعرفوا المتاجرين بقضايانا، وحتى لا تضيع الحقوق بمرور الأيام. كونوا عونا للحق. من جهته الإعلامي المصري الدكتور حمزة زويع غرد وقال: ترامب الذي يغرد زوبع الدكتور حمزة زوبع ترامب الذي يغرد لا إراديا انعقد لسانه على مدار أكثر من أسبوع ثم خرج يناور رغم علمه بأدق التفاصيل. هذا يعني أن مقتل خاشقجي هو مجرد فرصة جديدة لمساومة بين بن سلمان وإخراجه من ورطته مقابل رفع قيمة فاتورة الحماية. وأضاف زوبع ساخرا: على فكرة بن سلمان يحب ترامب. تعليق ساخر بالطبع.
ليعلق أيضا تركي الشلهوب المغرد السعودي الشهير تركي الشلهوب ويقول المجرمون يريدون التغطية على جريمة قتلهم لخاشقجي بمحاولة إيهام الناس أن السعودية تتعرض لمؤامرة خارجية وأن الدفاع عنها واجب وطني. لن تنجحوا في ذلك يا مجرمين، فلا أحد يتآمر على الأغبياء والفاشلين، لأنكم ببساطة أنتم من تتآمرون على أنفسكم وأنتم أعداء أنفسكم، نهايتكم قريبة. من جهتها أماني علقت وقالت نصيحة مخلصة لولاد سلمان، رجعوا الجزيرتين عشان لعنة الفراعنة مش هتسيبكم. من جهته جمال سلطان علق وقال القلم الذي لا يمكنك شراؤه اكسره، والمعارض الذي لا يمكنك ترويضه اقتله، فن القيادة عند العرب. وأضاف سلطان في تغريدة أخرى أستغرب كثيرا صمت نقابات وجمعيات الصحفيين في العواصم العربية واتحاد الصحفيين العرب عن جريمة في حق صحفي عربي وتتحدث عنها صحافة العالم كله، وكأن جمال خاشقجي كان يبيع الصميت في واشنطن والرياض، والله عيب. ليغرد المغرد المصري وليد إسماعيل ويقول أمام كل سفارة عدد هائل من كاميرات المراقبة وفي كل زاوية، لماذا لا يتم تفريغها ويرى الجميع لحظات دخول جمال وخروجه وتنتهي القصة بدل وجع الدماغ والتخمينات والتخرصات اللي كلنا عايشين فيها. ليغرد الباحث السعودي مهنا الحبيل ويقول كل من تحمل دماء جمال خاشقجي فليسدد حسابه، لكن إذا كان النظام السعودي شيء من المراجعة العقلية فليعلم أن هذه الأطقم التي زرعتها أبو ظبي في أركانه تقوده للهلاك، وأن لا مخرج مطلقا من حكومة ونخبة إصلاح حقيقي وطنية تعيد هيكلة الدولة دستوريا وتطلق فورا ودون شروط كل معتقلي الرأي. من جهته الناشط السعودي عمر بن عبد العزيز غرد وقال المعركة ليست ضد الشعب السعودي، والشعب أغلبه متألم لما تعرض له جمال، وما كان يطالب به جمال هو ما يطالب به أغلب الشعب من حرية وكرامة وعيش كريم. لا أحد يريد النيل من السعودية، نحن نريد القصاص من المجرمين فقط. وأخيرا مع تغريدة من حساب كلمة حق ويقول المطبلون يحاولون إيهامنا أن الشعب هو المستهدف، لنقف معهم لكن لن نقف إلا في صف الحق. وكانت نقلت محطة CNN عن مصدر مطلع أن محمد بن سلمان بادر بالاتصال بالبيت الأبيض للتحدث مع جاريد كوشنر مستشار ترامب لنفي الاتهامات بشأن إخفاء جمال خاشقجي. وقال المصدر أن الأمير محمد بن سلمان هو من بادر بنفسه بالاتصال بالبيت للتحدث مع كوشنر بعدما بدأ اللوم يتجه ناحيته وناحية الديوان الملكي في قضية اختفاء خاشقجي بعد زيارته للقنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر. وأضاف المصدر أن ولي العهد السعودي اتصل تحديدا بكوشنير نقطة اتصاله الرئيسية بالبيت الأبيض لنفي الاتهامات. وتابع أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون انضم لاحقا للمكالمة، وبعدها أجرى وزير الخارجية مايك بومبيو حديثه مع الأمير محمد بن سلمان موضحا أنه لن يكون قادرا على الالتفاف حولهم. وقد قالت صحيفة واشنطن بوست أن المخابرات الأمريكية اعترضت مراسلات لمسؤولين سعوديين تشير إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو من أمر بعملية استدراج جمال خاشقجي للسعودية واعتقاله. واعتبرت الصحيفة أن هذه المعلومات الاستخباراتية دليل آخر على تورط النظام السعودي في اختفاء خاشقجي. ومن أمام السفارة السعودية في لندن وجه متظاهرون هتافات لمن أسمتهم القتلة تطالبهم بالكشف عن مصير جمال خاشقجي. لنتابع هذه صور هذه المظاهرات. أين جمال خاشقجي؟ يا قتلة يا إرهابيين يا إرهابيين أين جمال؟ أطلقوا سراح صحبي، أطلقوا سراح جمال يا قتلة يا إرهابيين، أطلقوا سراحهم يا قتلة يا إرهابيين يا قتلة يا إرهابيين. أين جمال خاشقجي؟ يا
وعودة أخرى إلى ردود الأفعال على منصات التواصل الاجتماعي، ونبدأ هذه المرة بتغريدة من الصحفي المصري سلامة عبد الحميد يقول: رغم سيل الأخبار التي تؤكد على مقتله أو اغتياله وكل هؤلاء المعزين والمنتحبين، لازلت متمسكا بأمل أن جمال خاشقجي حيا، اللهم ارحمه حيا وميتا وارحمنا أحياء وأموات. ليغرد الدكتور صالح النعامي ويقول: ما حدث لجمال خاشقجي ينسف حجج الداعين للتعايش مع الطغاة، على اعتبار أن الاستقرار أفضل من مخرجات الثورة عليهم، فعندما تحكمك رفايات بشرية فإنها ستجعل سقف توقعاتك دون قاع الأرض السابعة. كنس الطغاة هو أمر الساعة. من جهته الداعية المصري المعروف فاضل سليمان يقول: اللهم يا من تؤتي الملك من تشاء وتنزعه ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، انزع ملك بن سلمان واجعل خاشقجي سببا في ذله، قولوا آمين. محمد حساب من محمد يغرد ويقول: منذ اللحظة الأولى التي تأكدت فيها أن السعودية بقيادتها الجديدة أصبحت تابعة للإمارات ومحمد بن زايد، أدركت أن المستقبل مروع ومخيف جدا. حكام الإمارات يحملون في صدورهم غل وحقد قديم على سكان السعودية، ويريدون أن يوقعوا البلد في أزمات، وجاء لهم الحمق واستغلوهم أسوأ الاستغلال للأسف. الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل توكل كرمان غردت وقالت: حسب رواية الأمن التركي فقد أحضر الفريق الأمني السعودي معه منشار كهربائي ليقطع جمال خاشقجي إلى أوصال داخل قنصلياتهم باسطنبول. تقطيع جثث جريمة بشعة، وحدها داعش من يفعلها، ما كذب من سماكم مملكة داعش. عبد الله محمد الإبي غرد وقال: تركيا تخاطب السعودية بهدوء وتصبر بدون تهديد ولا ابتزاز، وهدفها الوصول للحقيقة، لأن جريمة اغتيال جمال خاشقجي حدثت في بلدهم وهم المعنيون بالأمر، لكن الأمريكيين والبريطانيين يهددون ويتوعدون لابتزاز السعودية، ومع ذلك فإن محمد بن سلمان وإعلامه لسه غاضبين من الأتراك، متى سيتعاون قبل أن يصفعوا؟ وسخر المغرد فهد الغفالي من تقرير لقناة العربية يزعم أن الإعلام التركي والقطري مضلل، فرد عليهم قائلا: يعني الصحافة التركية تكذب، والصحافة القطرية تكذب، والصحافة الأمريكية تكذب، ومنظمات الإنسانية تكذب، ووزارات الخارجية للدول تكذب، وتصريحات رؤساء الدول تكذب. طبع تعليق ساخر. من جهتي الإعلامي المصري أسامة جاويش علق وقال: نعم، كلنا مع السعودية يدا واحدة ضد البلطجة وشغل العصابات الذي قام به محمد بن سلمان في اغتيال جمال خاشقجي. الولايات المتحدة حليفه الأكبر، تحرك قانون ماغنيتسكي. الصحف هناك تتهم بن سلمان بالقتل، وزير طاقة ينسحب من مشروع نيوم، رعاة أمريكيون لمؤتمر الاستثمار ينسحبون. أما الأكاديمي محمد المختار الشنقيطي فيقول: ستنتهي فاجعة المرحوم الشهيد جمال خاشقجي بأحد أمرين، إما إسقاط محمد بن سلمان والقضاء على أحلامه في الملك، وإما تقليم أظافره وتحويله دكتاتورا مدحورا لا حول له ولا طول، وفي كل خير. وأضاف الشنقيطي في تغريدة أخرى: أهم طريقة لتخليد ذكرى شهيد الكلمة الحرة جمال خاشقجي والنكاية في الفجر الذين اغتالوه غدرا هي الاستمرار في المشروع الذي كان يؤسسه باسم الديمقراطية للعالم العربي الآن، فهل من جهة حرة تتبنى هذا المشروع وتحافظ عليه؟ وتداول مغردون على نطاق واسع مقطع لبعض المذيعين المصريين يتحدثون فيه عن الكاتب جمال خاشقجي ويهددونه على شاشات الفضائيات. دعونا نتابع. توصلك الرسالة. تعرض نائب القائد العام لشرطة دبي الفريق ضحي خلفان لحملة سخرية كبيرة بعد نشره صورة مفبركة حول براءة القنصلية السعودية من اختفاء خاشقجي، وهي الصورة التي نشرها بشكل ساخر مقدم برنامج جوشو يوسف حسين، تبين خروج خاشقجي من القنصلية في التوقيت نفسه الذي دخلها فيه، واستبدلت الصورة المأخوذة من كاميرات المراقبة رقم السيارة باسم البرنامج، وأرفق خلفان الصورة بإشارة الإعجاب على اعتبار أنها دليل لبراءة القنصلية من إخفاء خاشقجي.
الصورة المفبركة وجدت انتشارا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، ونشرها أيضا مدير مكتب قناة العربية سابقا في الرياض كدليل براءة للمملكة ليحصل هو الآخر على نصيبه من سخرية المغردين، حيث غرد الإعلامي المصري أسامة جاويش الزميل يوسف حسين مقدم برنامج جوشو، نشر صورة ساخرة على حسابه ليساعد السعودية في إثبات خروج الخاشقجي من القنصلية. فوجئنا جميعا بالخبير الأمني الفذ وقائد شرطة دبي ضاحي خلفان بنشر الصورة وكأنها دليل حقيقي. أخبروني بالله عليكم كيف تتحمل عقولنا هذا القدر من البلاهة. من جهتي الإعلامي والحقوقي هيثم أبو خليل قال لا فرق بين مخابرات عصابة آل سعود وشرطة آل زايد، كلهم من أصحاب الإعاقة الذهنية والعقلية بدرجة متأخرة للغاية. العلماء في المعتقلات والمتخلفون المعاتيه يقودون بلادنا العربية. المحامي محمود رفعت غرد وقال قام يوسف وهو إعلامي ساخر يقدم برنامج جوشو الساخر بعمل صورة فوتوشوب لخروج المرحوم جمال خاشقجي خارجا من القنصلية كاستنكارا لادعاء المسؤولين السعوديين خروج خاشقجي بعد 20 دقيقة، فنشرها رئيس شرطة دبي ورئيس قناة العربية كدليل. سأقص لكم يوما كيف سلم ضاحي خلفان محمود المبحوح للموساد. أما حساب سعود فعلق وقال صدقوني أنه يدري أنها مفبركة، لكن محاولة ضرب في السعودية ويحاول يخلي السعودية تفقد مصداقية الأعذار سواء حقيقية أو واهمة في هذا الموضوع للرأي العام. تركي الشلهوب غرد وقال المبدع جوشو قام بالتعديل على صورة دخول خاشقجي للقنصلية بالفوتوشوب ونشرها للسخرية من الذباب الإلكتروني، فقام ضاحي خلفان بنشرها على أنها دليل براءة السعودية. المضحك ليس هنا، المضحك أن ضاحي خلفان يوم أمس عرض خبرته للمساعدة في البحث عن خاشقجي. المغرد عادل النجمة قال وغرد يعني هذه التغريدة توضح مدى غباء أجهزة الشرطة العربية، معيب تنشر معلومات كاذبة وتخلي العالم تضحك عليك، أمة ضحكت من جهلها الأمم. ليغرد الدكتور فتحي ويقول هي دي آخر التعاطي البرشام الصيني والستروكس. وأخيرا غرد الصحفي أحمد عبد القوي خالد المطر في مدير مكتب قناة العربية سابقا في الرياض والصحفي المقرب من الديوان السعودي نشر صورة مفبركة على فوتوشوب باعتبارها دليل براءة السعودية من اختطاف جمال خاشقجي. دول أكثر الناس بتفهم عندهم ومن يقودون الوعي والرأي العام في الإمارات والسعودية. وأخيرا غرد صاحب الصورة المفبركة الإعلامي يوسف حسين مع تأكيدي على أن الصورة فوتوشوب ووضوحها للأعمى أنها فوتوشوب، لكن مع نشر مدير قناة العربية ورئيس شرطة دبي سابقا الصورة يؤكد لنا الناس دي ازاي بتفكر إعلاميا وأمنيا. وفي إطار تغطيتها لقضية اختفاء خاشقجي نشرت صحيفة الواشنطن بوست مقطع فيديو للكاتب ديفيد أغناتيوس وهو صديق لخاشقجي لفترة طويلة وكارين عطية محررة مقالات خاشقجي في الصحيفة، حيث يتحدثان عن خاشقجي ويدعوان الحكومة الأمريكية للتدخل لإظهار الحقيقة بشأن اختفائه، مؤكدين أن كلماته التي اختفى بسبب كتابتها لن تذهب سدى. نتابع جزءا من الرسالة المؤثرة التي نشرتها الواشنطن بوست. جمال خاشقجي يعتبر أحد أبرز الصحفيين السعوديين وهو معروف لدى الكثيرين خلال 15 سنة الأخيرة في السعودية وغيرها. لقد التقيت بجمال أول مرة منذ حوالي 15 عاما، لا أتذكر بالضبط تاريخ ذلك اللقاء، وأحد أفضل ذكرياتي مع جمال كانت في يناير 2011، وكانت آنذاك ثورات الربيع العربي في بدايتها وكان في غاية الحماس. كانت لحظة ينتظرها بشكل ما خلال حياته كلها. يبدو أن ما يقوله كان أكثر من اللازم بالنسبة لأحد رجال السلطة، وربما أنه دفع ثمن ذلك. الولايات المتحدة تقع عليها مسؤولية، فقد كان يعيش هنا في منطقة واشنطن وتقدم بطلب للإقامة الدائمة. كان جمال عضوا من عائلة صحيفتنا، لا ينبغي أن نترك هذا الأمر يمر، لا ينبغي أن نفعل ذلك، وكلامه سيظل صداه موجودا على الدوام. بهذا مشاهدينا تكون حلقة الليلة قد انتهت، تذكروا دوما أن تراسلونا بقضاياكم وقصصكم لعل واقعا يتغير أو وعيا يزداد بهاشتاغ. إلى اللقاء.